انا معاوية ابو هيكل ساكن في تل رميدي وعمري 14 سنة. لا بطلعش العب برا عشان الجيش وعشان الحواجز والحاجز المسكر، بقدرش اروح العب برا. اصحابي بجوش يزوروني ولا انا بزور اصحابي عشان الجيش وبخافوا منهم والحواجز، وهون فيش زيارات يعني الجيش بردوش، الجيش يعني بضربوهم وبكسروهم. اشعر اني عايش في السجن في الدار وانا بقدرش اتحمل هيك، وهي يعني الجيش في يوم من الايام تصدف معهم بيجوا بياخذونا الدار برمونا في الشوارع. انا بروحش بعدين على المدرسه يعني بخاف منهم، مش بروحش يعني بخاف اروح على المدرسه، المعلمات يعني يوم ما يعدوا بيبقوا خايفاتهم يعني انا لما اعدي من الحاجز الجندي بيبقى مسلح يعني بخاف منه.